بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، سلام الله عليكم متتبعي قناة مستر نور المعلوميات في حلقة جديدة، حيث في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى أمر جميل وهو بعض الأشخاص وخاصة الذين لديهم حسابات على فيسبوك أو صفحات يريد الحصول على اللايكات أو الإعجابات أو حتى الحصول على يعني أصدقاء جدد على الفيسبوك. ولهذا في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أعطيك طريقة جديدة يكون من موقع جديد تستطيع الحصول فيه على لايك أو الإعجابات أو أيضا جيم كما نقول في الجزائر، يعني ديجام، وتستطيع أيضا الحصول على طلبات صداقة، أكثر من 1000 طلب صداقة في اليوم. يعني هذا أمر جميل، حيث تستطيع يعني تقوم بجمع أكثر من 5000 صديقة على حسابك في فيسبوك، وبعدها تستطيع ذلك الحساب تحويله إلى صفحة على فيسبوك حيث تحتاجها أخي الغالي. هذا أمر جميل الذي سوف نتحدث فيه، ولكن توجد بعض النقاط التي سوف نتفق عليها. أولا، أول شيء يجب أن تدخل إلى الإعدادات الخاصة بحسابك على فيسبوك وتقوم بوضع جميع النوتيفيكيشن او الاشعارات او النوتيفيكاسيون ببليك، يعني عام، حيث تظهر للناس ككل، مثلا اصدقاء تجعلها تظهر للاشخاص ككل، والمنشورات او اي شيء تجعله ببليك، حيث تقوم بيعني وضع هذه الطريقه، وبعدها مباشره تقوم باسترجاعه الى الطريقه العاديه، يعني كما قمت يعني بخصوصيات لي، يعني مثلا تقوم بوضع الأصدقاء فقط بيبليك وبعضها معينيكم أو نظامي فقط، أو هذه الأشياء تستطيع تعدل عليها في خصوصيتك على حسابك في فيسبوك. هو يعني موقع رائع رهيب. أنا لم أتحدث يعني منذ قديم عن الأشياء التي كيف تحصل على لايكات أو كيف تحصل على يعني طلبة صداقة، ولكن هذا الموقع بصراحة أعجبني وأبهرني كثيرا، حيث تحصلت على 95 طلب صداقة في بضع ثواني فقط، يعني مدة ثانيتين فقط تحصلت على 95 طلب صداقة. يعني هذا أمر رائع جدا. يعني لو أردت أن أحصل على لايكات أكثر من 200 لايك لصفحة الفيسبوك أو إلى صورة أو منشور أو أي شيء، مباشرة تستعمل الطريقة التي سوف نتحدث فيها الآن وأعطيك يعني شرح مفصل ودقيق ومباشر من موقعي عن يعني كيفية يعني استعمال هذه الطريقة. إن أعجبك لا تنسى الضغط على زر لايك، وإن كانت لك هذه أول مشاهدة أيضا لا تنسى الاشتراك بقناة مستر نور المعلوميات بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو وتفعيل الجرس لكي تشاهد كل ما هو جديد في عالم المعلوميات. نمر إلى الشرح مباشرة لتفهم الطريقة إن شاء الله. مع السلامة. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. الآن كما توعد، بعد الدخول إلى حسابك على الفيسبوك تقوم بنسخ هذا الرابط الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو، يكون على مدونة مستر نور المعلوميات. تفتح حساب جديد، تضغط على كلمة كولي، حيث منه ينتقل بك إلى يعني موقع لينكتي، حيث هذا الموقع يقوم باختصار روابط لزيادة ربحك في الأدسنس. إذا أردتم أن أضع عليه درس، ما عليكم إلى وضع تعليق أسفل الفيديو، بعدها نقوم بوضع درس. أنت ما تدخل على الهاتف سواء أو على جهاز الكمبيوتر، تنزل إلى الأسفل، تضغط على كلمة get your link from home، تضغط from here، تضغط عليها، تنتظر هنا 10 ثواني، وبعدها مباشرة تضغط عليه لينتقل بك إلى يعني الموقع. ثم تصحيح بعض المعلومات، لا تقوم بدخول بحسابك نهائيا. سوف أعطيك طريقة وجدتها الآن، هذه لكم واجهة الموقع وجدتها الآن، حيث منها تستطيع الحصول على اللايكات والإعجابات ويعني طلبة صداقة المتابعين بدون دخول حسابك للفيسبوك. هو الموقع يخبرك ما تدخل عليه، تنزل إلى الأسفل، تضغط على كليك هير لكي تقوم بوضع الإيميل الخاص بك وكلمة المرور. نحن لا نقوم بوضع هذا الشيء نهائيا. ماذا نقوم بفعل الآن؟ تذهب أنت إلى حسابك على الفيسبوك، تدخل إلى صفحتك يعني الشخصية، يجب أن تكون صفحتك الشخصية، تأتي هذا بالنسبة إلى جوجل كروم، يعني يجب فهم الشرح جيدا. تأتي إلى هنا مكان فراغ، تضغط على أفيشي لكود لكود سورس دو لاباج لتقوم بأفيشي الكود سورس. ما تضغط عليها سوف يفتح لك الكود سورس الخاص ب يعني حسابك على الفيسبوك الشخصي. تضغط على يعني الكنترول زائد حرف F ليظهر معك هنا يعني هذا المربع البحث، تكتب هذا الكود الذي هو E ماجيسكيل آ آ آ 4 آ كما تلاحظ، تضغط أنتر. ما تضغط عليه تأتي إليه هنا الذي باللون الأورنج، دبل كليك مرتين يصبح كله باللون الأزرق، تقوم بنسخه هكذا كوبي، تقومنا بعملية كوبي. وبعدها نعود إلى الموقع، دخل إلى الموقع أسفل هذه كلمة كليك هير واتش فيديو، مباشرة تضع ذلك الكود الذي قمنا بنسخه كما تلاحظ، تضغط على كلمة شيبو مايت
يخبرك بأنه دخل إلى حسابك على الفيسبوك، هكذا يكون حسابك آمن، لا تخف من أي مشاكل أخي الغالي. مباشرة تضغط على كلمة Continue to VIP، توجد هنا Auto Request، طلبة صداقة، New Auto Liker، Fan Page Rating، Auto Flower Logout. مثلا نحن نجرب Auto Liker، يعني نحصل على الإعجابات، مثلا سوف نريد نحصل على الإعجابات، تضغط على كلمة هنا Use Auto Liker، تختار الشيء الذي تريد Like Limit 30، مثلا 30 لايك هنا، لايك ديفولت حب يعني لوف واو، ها تلك الانيميشن يعني خاصة بالضحك أو بالقلوب أو أي شيء. مثلا يحكي نجرب على الأولى كما اعتدنا لكم، هنا جربت الآن مباشرة تحصلت على 31 لايك. مثلا لو نجرب عليها مرة أخرى سوف تلاحظ في ثواني مباشرة تحصل على، يعني تأتي إلى هنا انظر معي، أصبحت 61 لايك مباشرة. حتى ولو نقوم بريفريش أو اكتياليزي لاباج أصبحت لديك 61 جيم على المباشر. هذا الشيء الأول الذي تحدثنا عليه بالنسبة إلى اللايك. مثلا لو نعود إلى الموقع ونقوم بتجربة طريقة أخرى، مثلا لو نجرب مثلا هكذا، عدنا إلى الواجهة الرسمية للموقع، مثلا نجرب نحن على طلبة صداقة، تضغط على هنا Auto Request كما تلاحظ، تكتب كود الكابتشا هذا الذي هو هكذا 682، تضغط Send Auto Request. مباشرة انظر معي كيف تأتي طلبة صداقة 86 87، وهو يعمل هنا يعني كما لاحظت أتني ب 87 طالب صداقة في رمشة من العين، يعني سيمور انظر معي هذه كلها طلبات صداقة كما لاحظت أخي الغالي، وأخبرتك أنك تستطيع يعني جمعها هنا وبعدها تقوم بتحويل حسابك إلى صفحة خاصة بالفيسبوك. مثلا هنا لدي 4922، احتاج فقط إلى 80 حيث أقوم بغلق الفيسبوك ككل، يعني أكثر من 5000 صديقة لا تستطيع أن تقبل أي صديق آخر على الفيسبوك. هذا بالنسبة إلى يعني الوضع الذي قمنا بوضعه هنا Auto Request، يعني طلبة صداقة، Auto Liker، Fan Page Rating يعني تقييم لذلك، أوتو فولوور المتابعين، لوج اوت للخروج بالحساب التي كنت به. هو تطبيق أو موقع رائع سوف تستعمله الآن، أنا أعلم أنه سوف ينال إعجابك، وخاصة أنه بعد تم يعني تغيير خطة الدخول بحسابك على الفيسبوك، يعني كلمة المرور الأشياء كما هذه مباشرة بهذه الطريقة، سوف يصبح لديك العديد من المعجبين أو متابعين أو أصدقاء الفيسبوك بطريقة سهلة. أنا أخبرتك هذه الحاجة تحتاجها إذا كنت تقوم بوضع يعني دعاية إعلانية على الفيسبوك أو وضع ميزات جميلة على الفيسبوك، تستطيع بهذا الموقع حل جميع مشاكلك مجانا دون دفع ولا سنتيم ولا أي شيء أخي الغالي. أتمنى منكم نشر الحلقة لو نالت إعجابك، أيضا لو كانت لك هذه أول حلقة على قناة مستر نور المعلوميات لا تنسى الضغط على الزر يعني الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس يعني الالتحاق بموقعنا مستر نور المعلوميات على الرابط الذي يظهر معكم في الشاشة حتى تشاهد كل ما هو جديد في عالم المعلوميات. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، متتبعي قناة مستر نور المعلوميات سوف نلتقي في حلقة جديدة، واستودعكم في الله الذي لا تضل ودائعه. مع السلامة.